مشروبات وعصائر. عصير الرمان. عصير الرمان من أهم وألذ أنواع العصائر، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، وهو يحوي بداخله ثروة من المركبات النباتية القوية ذات الخصائص الطبية القوية. فوائد عصير الرمان: تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، هذه المواد الكيميائية هي من مضادات الأكسدة القوية. عصير الرمان يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر أو عصير العنب الأحمر. يحتوي عصير الرمان على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، حماية القلب والأوعية الدموية والشرايين من أي ضرر، الوقاية من الزهايمر. يمكن لعصير الرمان أن يقلل الالتهاب في الأمعاء ويحسن الهضم. تقوية الذاكرة: عصير الرمان يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي، مكافحة التهاب المفاصل. عصير الرمان يساعد على محاربة الأمراض والفيروسات، يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم. مشروبات وعصائر.